اليوم نتحدث عن احد امراض المهمه، هي امراض الطفيليه البروتوزوال ديزيز، الامراض اللي تصيب الدم بواسطه الطفيليات اللي هي يسموها البايروبلازموسيس الاوالي او داء الكمثريات، او يسموها من اهم اسبابها هي الثلاريا اكوي والبابيزيا كابالي. هذه السبب لنا المشكلة. شنو المشكلة؟ هو مرض يصيب الخيل وسبب هذا اللي قلنا عليه، لكن ينتقل بواسطة الحلم القراد تكس، ينتقل بواسطتها. كيف ينتقل؟ تروح التكس القراد على حصان مصاب، وعندما تمتص دمه تتلوث ويصير هي تصير انفكتد، يعني تصير هي مصابة، وعندما تحمل الإصابة بعد فترة يصير تكاثر إلى أن يصير هذا المسبب في داخل هذه القرادة أو الحلم، وبعد ذلك من تروح إلى مضيف جديد صاحي ما بيشي تروح عليه تنقل له المرض، وهذا المرض هو مرض خطير يسبب لنا بعض الأحيان حالة من حالات فوق الحادة، خصوصا الثلاريا أكوي تسبب لنا حالة بير أكيوت فوق الحادة، مما يسبب لنا مشكلة كبيرة، يعني يسموها السادن ديث، أن فوق المفاجئ، لأنه الأعراض قوية بحيث خلال يوم يصير نفوق نجي نلقي الحصان نافق نتيجة هذه الإصابة فوق الحادة. أما إذا كانت حادة نقدر نلاحظ وجود أهم نقطة، ارتفاع في درجات الحرارة والأغشية المخاطية تتلون اللي يسموها الأكترس اللي هي أكتريك، وأحيانا فيها بيتيكال هيموريج، نقاط نزفية في داخل هذه الأغشية المخاطية اللي هي أمامكم، وأحيانا يصير تعرق، وأحيانا يصير نوع من المغص الخفيف نتيجة هذه الإصابة، وقلنا هذه الحرارة اللي يصير في عملية البلد باراسايت اللي يصيب الخيل اللي هي البايروبلازموسيس. لأن شخص يحتاج التشخيص سواء من الأعراض اللي ذكرناها اللي هي قلنا مجمل اليرقان بالعين، تعرق في بعض المكانات، ألم شوية كوليكي يعني مغص نوع من المغص، أحيانا يصير تورم في الرأس، أحيانا يصير تورم بالأطراف السفلى، فكلها هذه الأعراض تجتمع لتعطينا إشارة للتشخيص الإصابة في البايروبلازموسيس. ولكن التشخيص المختبري سواء ناخذ عينة من الدم مباشرة على السلايد ونفحصها اندر مايكروسكوب، طبعا صبغ بالقمزة راح نشوف الطفيلي في داخل الدم ينطينا إشارة إلى وجوده. أما بعض الحالات ممكن أن نسوي فحص مختبري اللي هو بالألايزا يسموه، نفحص أيضا السيرام ونشوف إذا أكو هذا المرض أو مسبب المرض. للعلاج الحالة الشائع نستعمل الأميدوكارب. الأميدوكارب من المواد أو من الأدوية اللي هي ناجعة حقيقة بالعلاج، من خلال خبرتنا الميدانية أعطتنا نتائج ممتازة جدا. وعندنا الأميدوكارب الاسم التجاري اللي هو الإيميزول، فالإيميزول ممكن أن نعطيه ونعطيه ضروري جدا في عمق العضلة وليس في الوريد، انتراموسكولار نوت انترافينوس نوت سبكوتينوس، انتراموسكولار في العضلة، ودائما نتأكد أن أعطينا في داخل عمق العضلة. ممكن أن نكرر الإيميزول أو الأميدوكارب بعد أن نحقن الحقنة الأولى بمعدل 8 ملليلتر، يعني حسب التركيز والموجود المتوفر التجاري من هذا الدواء، فنعطي هذه المادة ونشوف إذا صار تحسن وممكن إعادتها بعد 48 ساعة، يعني يمكن ننطي جرعة
أو جرعتين. بعض الأحيان أو ننقل الخبرات الميدانية لأخصائي الخيل القسم بعد أن يصير شفاء لبعض الخيل، تتحول من حالة إصابة بوجود أعراض سريرية إلى حالة يسموها ناقل أو حامل للمرض، الكارير. الكارير هو اللي يحمل أسباب المرض لكن لا توجد أعراض عليه، وسرعان ما تظهر إذا نقلت من هذا الحصان المصاب إلى حصان آخر. فالأميدوكارب هنا البعض قالوا إذا نعطي جرعة أعلى ممكن أن نعالج الكارير، والبعض فشل في معالجة الكارير اللي هو حامل المرض بدون أعراض بإعطاء جرعة عالية من الإميزول. السيطرة على المرض، هو أهم نقطة بالسيطرة على المرض هي السيطرة على الحلم أو القراد، تيكس، كنترول أوف تيكس، سيطر على القراد وسيطر على حركتها، ونشوف الإصطبل مكانه ودوريا نعطي معقمات أو غسل خيل بمواد تمنع وجود هذا القراد على جسمها، أو في مناطق الإصطبل إن وجدت حفر تختبئ بها الحلم فنقضي عليها ونسيطر على المرض. شكراً.